أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصداره الأول حول تمكين المرأة والطفل وكيفية تقديم الدعم لهما على مختلف المستويات. تناول الإصدار جهود الحكومة في تمكين المرأة والطفل، وأهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات لتحقيق منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة للمرأة والطفل، وأبرزها برامج تكافل وكرامة والتغذية المدرسية وصحة المرأة، بالإضافة إلى جهود الدولة لتقديم مساعدات وخدمات اجتماعية للمرأة في المحليات.